يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا الكبة أو الكباب، موجود بين المطبخ الكويتي والمطبخ البحريني. سبب تسميته الكبة أو الكباب لأن يحطون المكونات كلها ذي داخل العجينة ويكورونها داخل العجينة، وآخر شيء يحطونها في المرقة. لكن أنا بعرفكم عليها في برنامج المطبخ، تعالوا معي. اليوم طبختنا كبة أو كباب، أغلب الناس يقولون عنها كباب، اللي هي شنو عبارة؟ عبارة عن عجينة وربيان، ممكن نستخدم الربيان وممكن نستخدم الدياي، بصل وطحين ليمون وآلو وفلفل بارد وطماط نقصص صغار، ثوم مع فلفل حار وحشيش، وراح نستخدم لومي أسود مع البهارات، وبنستخدم قليل من البهارات اللي هو البزار البحريني مخلوط، جلجلان والسنوت والكركم وبودرة الليمون الأسود. تعالوا نسوي الخلطة مع بعض. مثل ما قلت لكم ان هاي الطابخة اللي هي الكباب، اغلب مناطق البحرين اللي هي الساحلية، نقول على الحالة والحد، يعني مدينة محرق بشكل عام، واهل بدائية يعرفون لها الطابخة. البداية راح نقلل البصل على النار شوي، راح نكون خطوة بخطوة. طبعا هي لها عدة خطوات مثل ما قلت لكم، راح ابتدي بالخطوة الأولى تشكيل الحشوة، وبعدين راح نسوي العجينة معاكم، وبعدين راح نمرقها إن شاء الله. نزل الثوم ويا الفلفل الحار على حسب الرغبة، بغيتوا فلفل حار حطه، وما بغيتوا خلي بس ثوم. أنا بسوي اليوم فلفل حار والباقي يستحملوه. بعد حمساتهم مع بعض بنزل عليهم الآلو المقصص صغار صغار مثل ما انتم شايفين، وببتدي احرك فيهم مع بعض. راح انزل بعده الربيان، طبعا الربيان قصصناه بشكل صغار جدا، صغار صغار مثل ما انتم شايفين. استخدمت حوالي نص كيلو ربيان، تخلص منهم ونقرب باقي حركه. راح ننزل الليمون الاسود اللي احنا خذينا الليمون وكسرناه وشلنا البذره اللي داخلها عشان ما يمر الخلطه ما تمر، تصير مره شوي. هكذا قصرنا على النار،
نحمد عليه الفلفل البارد. ونحركه مع بعض. سريع الخلطة، بسيطة وسريعة يعني، ما بياخذ وقت من عندكم. حريمنا اللي قاعدين في البيوت راح يتعلمونها اليوم الطبخة وراح تعجبهم إن شاء الله. راح ننزل عليها قليل من القماط. وحنبتدي نحط بعد معجون الطماط، شيء بسيط، قبشة واحدة. هاي خلطاتها، نبتدي ننزل عليها البهارات. ثم قلت لكم راح استخدم البهار. بدايه بزار بحريني مخلوط شكل بسيط، قبشتين الجلجلان، قبشتين كزبره، قبشه واحده، وكركم قبشه واحده، وليمون اسود هم قبشه واحده، ورش عليه رشة ملح بسيطة. تبتدي نحرك مع بعض. هاي تحركاتنا. كذي تكون تقريبا جاهز مكونات الطبخة اللي هو الحشو حق الكباب. الأول إذا طلعوا كاشته وتيمعوا الفريج ونسوان الفريج يسوون هاي الطابخة حق كاشتاتهم، سواء رايحين البرجة، النخل، رايحين البحر، طالعين البر، هم بعد يسوون هذه الطابخة. واليهال ما شاء الله عليهم يحبونها يعني، لذيذة جدا وخفيفة على البطن. راح نسكر على الحشوة، وطول ما تبرد راح نبتدي نكور العجينه نفسها ونحشيها فيها. فطول ما هو تبرد الحلوه راح نسوي المرقه مالت الكباب. راح نسوي المرقه. شغل على النار بداية. ثم قلت لكم راح نسوي المرقة. بداية نحط الزيت. راح نحمس البصل. طبعا الكبة عقب بعد ما تكور بالعجينة تنحط في المرقة نفسها وتحتاج وقت. بداية نحط البصل، ما احتاج البصل وايد، شوي. راح نحرك البصل. تقريبا الخطوات هي نفس الشيء بس من غير ربيان. برز اللومي، حطي اللومي.
وراح ننزل فيهم معجون الطماط. نحرك شوي. هاي تخرج. نزل عليهم شوية البهارات. ثومي. بزار. جلجلان. وسنوت. شوية دارسين. بعد نزل عليهم ملح شوي. نحرك فيهم. هالمرقة ما في شغل وايد. نزل باقي الطماط. وهاي تقريبا صارت جاهزة. راح ننزل عليهم ماي. طبعا راح نخليه لين يفوح، وطول ما يفوح راح نبتدي بعمل العجينة. طبعا احنا استخدمنا عجينه، ممكن تستخدمين العجينه مالت الخباز عاديه رقم واحد رقم اثنين، ممكن تستخدمينها، او ممكن تسوين عجينه بروحك في البيت بهاي الشكل. بدايه نكور، سويناها اول، بدايه نكورها العجينه. هاي الطريقة، يعني إذا قاعدين انتم في البيت تجمعوا اثنين ثلاثة أربعة ويا بعض، وناس تعين وناس تكور وناس تحشي ويطوف الوقت وكلنا نتعلم. طبعا بعد ما كورناها راح نهرس العجين بهاي الطريقة. خلكم معي بهاي الطريقة. نجيب الحشوة، تخلصوا من الزيت في الحشوة، يعني حاولوا تتجنبوا الدهن من الحشوة. نحط بس شوي بهاي الطريقة ونجيبها بهاي الشكل، وبعدها نضغط على آخر العجينة. نضغط 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 ونلفها بعكس ونكورها نرد باليد. عملية بسيطة، ونرد ننزلها في الطحين ونخليها مرة ثانية. نضغط بهاي الطريقة ونجيب الحشوة. في شغله بعد، يعني انا لاحظت الله يرحمها الوالده وقم يروح علينا، ان وقت اللي تسوي العجينه كانت تاخذ ربيان وتهرسه، معناته تعينه تخلي نفس يعني العجين يصير الربيان، وترد تخلطه مع العجينه نفسها ذي. لما سالته قلت له ليش؟ قالت لي عشان تبقى طعم الربيان بعد من برا، مو بس بنجرب الحشوه داخل الحشوه، هم من برا يصير طعمها الربيان. هاي معلومة حبيت أوصلها لكم، وممكن تسوونها بهذه الطريقة.
صراحة أهل الأول مبدعين في الطباخ ما شاء الله عليهم، وهم أساس الطبخ كله طبعا، احنا تعلمنا عنهم. خلصنا، حطها في العجينة. اللي ما لحق يرد يشوفها مرة ثانية، راح نسويها هاي الطريقة. نفردها وننزل حشوة في وسطها هاي الطريقة، ونسكر عليها. في حد ما شاف أعيد مرة ثانية؟ نعيد ولا همكم، أعيد وياكم. وهاي بعد واحدة هاي الطريقة. نسحب عليها شوي ونضغط عليها من فوق، ورد نسكرها من كذي، نفرها عكس الاتجاه ونضغط لين تنقص اللي فوق بزيادة هاي الطريقة. بعد ما نخلص من العجينة، الموضوع ما خلص لحد الآن، بعد ما نخلص من العجينة لازم نحطها في مكان تتعرض بس حق الهواء عشان تكسي شوي، عجينتها تكسي، فنحطها على جنب لمدة نص ساعة، وبعدين عقب نص ساعة ده الوقت الحين ممكن تحطونها في الثلاجة، في الثلاجة في الفريزر لمدة نص ساعة 20 دقيقة بالكثير أو نص ساعة، ونرد ننزلها في المرقة. خليكم معانا، راح نرجع لكم بعد شوي. بعد ما كورناهم العجينة، كورت لكم العجينة كلها، النهاية راح نحطها داخل المرقة. طبعا ننزل جزء من الحشوة داخل، ونبتدي ننزل شوي شوي بالحبة. بسم الله داخل، ايش كثر ياخذ له الوقت بين التنزيل وبين الجهود انه يكون جاهز؟ حوالي ربع ساعة ياخذ له. تلاحظ انه ترتفع العجينة فوق، ننزلهم كلهم ونس... يعني اذا واحد ياكل منها من الكباب واحده ما بتيزي، واحده ثنتين ثلاثه اربعه وين رايح، عليكم بالف عافيه. ننزلهم هاي الطريقه، نزل كمية تقريبا كلها خلصنا. حرك شوي وننزل شوية طحين فوقهم، نحرك خطوة بخطوة. طبعا خلي المرقة ياخذ وقتها، سكر عليه، راح نخليه لمدة نفس ما قلنا مدة 20 دقيقة، بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة، وراح نرويكم شلون وصلت المرحلة مالته. خليكم معانا، راح نطلع فاصل بسيط ونرجع.
جهزت طبختنا اللي هي الشبه اللي على ربيان وسويناها لكم وقلت لكم انها ما تنفك ان شاء الله. راح نبتدي نطلع الشبه شوي شوي. خليها بسم الله لو نفكر طبعا. طريقة طبعا لو تلاحظون ان ما في قطعة فكت عن بعضها. ننزل شوي عليها نمرقها بهاي الطريقة. كذي تكون طبختنا صارت جاهزة اللي هي الكباب على الربيان. أتمنى تكون طبختنا عجبتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية ونقول لكم مع السلامة.